طردناهم، ما قلنا له اننا تعبانين، قسمنا معاهم اللقمة وأويناهم وحفظناهم وأمناهم وخلاهم نعيش عيشة كريمة وسطنا، ده نحن السودانيين. لكن الكلام ده ما عاجب ناس كتار يا جماعة، الناس اللي بتآمروا على السودان وبكل أسف زرعوا وسطنا بعض العملاء وبعض الخونة. بكل أسف استطاعوا يستميلوا بعض ضعاف النفوس، الناس اللي بيكسروا وبيحرقوا، الناس بتبني وبتشيد وكل يوم بيعملوا مشروعات جديدة، وناس عايزين يكسروا ويدمروا وعايزين يحرقوا ويخربوا. وقالوا شنو؟ قالوا والله دايرين الجيش يستلم السلطة. ما في مشكلة إذا جاء واحد لابس كاكي، والله ما عندنا مانع. لأنه الجيش لما يتحرك ما بيتحرك من فراغ، وما بيتحرك دعم العملاء، بيتحرك دعم للوطن وحماية للوطن ولمكتسبات الوطن. واليوم داك يا جماعة، لأن نحن والله أظهر قعدنا طولنا، بقينا سياسيين ونرخي بجاي ونحاور بجاي ونناقش بجاي. لكن الناس اقسم بالله العظيم كان دقة المزيكا تاني كله فارغ الجحر ان شاء الله.